third meeting للجورنال كلب للبيسك ساينس خلينا نسميها. اليوم خليك يا جواد، اليوم زميلنا جواد الروابدة اللي هو كان اصلا شريكي في الجورنال كلب وكان مصمم انه يكون هو بريزنتر. He's presenting an article. خليني أوريكم إياها للناس اللي ما لحقت تقرأها. اللي هي studies on the mechanism of general anesthesia. واخترنا هاي الأرتيكل لأنها إلها علاقة كتير كبيرة بأشياء درسناها في السيتولوجي ودرستوها في الفسيولوجي، وبتربط mechanisms منشوفها بالكلينيكال براكتس مع اللي عم ندرسه في البيسك ساينسز. وهي هاي الفكره كانت من الجورنال كلب، انه نشوف اللي عم ندرسه في البيسك ساينسز هاو داز ات ريليت تو ذا كلينيكال براكتس، في هاي الحاله حتى السيرجيكال براكتس. ف جواد رح يحكي، وبالنهايه رح اخذ فرصه انه اشرح لكم او اذكركم، او يمكن جواد حتى يحكي لكم لانه ناقشنا انا وياه الموضوع، التايب اوف مايكروسكوبي اللي عم نستخدمه، لانه بنربطه شوي بالهيستولوجي اللي درسناه. فهن عم بيحكوا عن تكنيكس زي الكونفوكال مايكروسكوبي، زي السوبر ريزوليوشن مايكروسكوبي. فبهمني انه ترجعوا تتذكروا في واحد، في انذر تكنيك اسمه فراب، هذا فيري ادفانسد ما رح نحكي عنه، لكن بشكل عام هدول التو تكنيكس اما انا او جواد رح نناقشهم معاكم، او يعني هيك بس تو تاتش اون ذم سو وي اندرستاند واي وي تشوز ذا تكنيكس ذات وي تشوز for each specific type of research. يعني في بعض التكنيكس بتنفع لريسيرش معين وفي other techniques ما بتنفع. فهذا واحد من الأشياء كمان اللي رح نناقشها اليوم. الآن جواد جاهز؟ السلام عليكم. السلام عليكم. أتوقع واضح صوتي؟ Yes. تمام، السكرين مبينه المفروض. اوكي جواد جو اهيد، خلاص اتس يورز. تمام، بسم الله. ويلكم تو ذا جورنال كلب. This is the third official meeting. Today we're going to discuss a paper that well I find incredibly interesting. Studies on the mechanism of general anesthesia. هسا anesthesia معناها التخدير. الكل بيعرف إنه التخدير هي تخصص كامل بالطب، تخصص زيه زي الباطني، زي الجراحة، وتستخدم في كل العمليات من زمان. بس إنه الدكاترة هسا ما بيعرفوا التفصيل، يعني عن جد التفصيل يعني بيسموه molecular explanation أو molecular basis للanesthesia. فأهمية هاي الريسيرش بيبر إنه هي يكون أول ريسيرش بيبر عن جد بيدخل تفاصيل التخدير جنرال، بس طبعا مناش نحكي عن باقي الأنواع، وبتقدم تفسير جميل صراحة وإكستريملي ريجرس. البحث يعني كان في كثير إكسبيرمنتس وكثير تجارب بحيث إنه يأكد نظريته بشكل تام ومن كل النواحي. من هون لنهاية البحث إن شاء الله بتكون فهمت التفسير. راح أحاول أشرح بطريقة مبسطة بس برضو أحكي التفاصيل. وبرضه إضافة جديدة حبيت أضيفها، رح خلال الشرح رح أسأل أسئلة، مش أسئلة إنه أسئلة استنتاجية، إنه مثلا لو أنت محل الباحث في هذا الموقف إيش ممكن تعمل لقدام، أو مثلا ليش الباحث عمل هاي التجربة تحديدا، ليش عمل هاي التجربة، هي قد تكون تجربة مكررة. رح ندخل بتفاصيل كلها إن شاء الله. قبل هيك رح بالبداية رح أبلش بالimportant concepts اللي لازم نكون عارفينها قبل ما أبلش شرح قبل ما أبلش بالتفصيلات البيبر. أول إشي اللي هو الـ TREK1 channel. الـ TREK1 channel عبارة عن potassium channel, a typical potassium channel. It is activated by binding to PLD2. PLD2 اختصارها phospholipase D2. إذا تتذكر وأخذنا إشي مشابه بالفيزيولوجي، الphospholipase C, PLC اللي بيعمل كليفج الـ PIP2 بيخلي DAG و IP3، إذا حد ما تذكر يعني قبل هيك أخذناه. هسا أنت بتعرفوا إذا اشتغل البوتاسيوم شانل رح يطلع البوتاسيوم برا، This will decrease neuron excitability، رح يبطل يحس، يعني رح يصير أصعب كثير يعمل action potential. هسا لاحظوا إنه TREK1
لما يحطوا anesthetic، anesthetic يعني مادة مخدرة، لما يحطوا anesthetic ال TREK1 channel بيشتغل، بس ما حد يعرف ليش هسا. الشغلة الثانية لازم كنا نعرفها برضو اللي هي الليبيد رافتس. الليبيد رافتس أخذناها بالسايتو بس ما أخذناش تفصيل كثير. الليبيد رافتس كبداية، تعرف الكل بيعرف إن الممبرين عبارة عن ليبيد بروتينز، عبارة عن تجمعات لبعض أنواع الليبيد وبعض أنواع البروتين بمنطقة معينة، وكل وفي أكثر من نوع لليبيد رافت الواحدة. الليبيد رافت أكثر ليبيد رافت مدروس لهسا اللي هو الجي إم 1 ليبيد رافت، وراح يكون له أهمية كبيرة بالبحث اليوم. الجي إم 1 ليبيد رافت مليء كثير بالبي ال دي 2 الفوسفولايبيز دي 2. بس حاب اسال سؤال، حكي سريع شوي لانه في ناس كانوا يشكوا انه سرعه حكي سريعه، اذا اي حدا ممكن يحكي لي بس. لا ممتاز. تمام دكتور، شكرا جدا. اذا نكمل هسه ندخل ايش ال تي ار اي كي 1، لوين موصل العلم لهسه. هسه الامبورتنت كونسبت بصير فعليا انتروداكشن للبحث، بحيث اوصل فيكم للمرحله العلم الكافيه او لوين موصل العلم عشان ابلش بالتفصيلات. هسه تي ار اي كي 1 عند السي دومين، عند السي تيرمينس اللي هو هون الشيء الاخضر، في دومين معينه، هاي الدومين ترتبط بالبي ال دي 2. لما يرتبط بالبي ال دي 2 بيرتبط البي ال دي 2 مع البي اي بي 2 اللي فوسفاتيدر اينوسيتول 4-5 باي فوسفيت، برضه اخذناه بالفيزيو، وبيعمل على انه يعمل كليفج للفوسفاتيدل كولين البي سي. هاي هي الميكانيزم بشكل عام. بس في مشكله صغيره انا حكيتها لهسه، ما بعرف اذا حدا لاحظها، حدا جرب، اي حدا يجرب يحكيها، بس ارفعوا ايديكم وانا بختار واحد منكم. المشكله انه البي ال دي 2 بليبيد رافت، تمام، موجوده بليبيد رافت سيبريت ومتجمع بالليبيد رافت، بس البي اي بي 2 والبي سي منطقه مختلفه تماما. كيف بده يوصل البي ال دي 2 للبي اي بي 2؟ يعني بده يكون في شيء عامل غير هالقصه هاي كلها. فمن هون انطلقت الهايبوثيسيس للريسيرش بيبر، حكوا ممكن انه الانستاتيك المخدر يعمل ديسربشن للليبيد رافت، يعني يبطل منظم، يبطل انه في تجمع للبي ال دي 2 جواته ويتفرق. فلما يتفرق البي ال دي 2 بيقدر يرتبط بسهوله مع البي اف مع البي سي والبي اي بي 2 ويشغل اللي هو التي ار اي كي 1 شانل. هسه راح نبلش كبدايه، زي ما حكيت الريسيرش كثير ريجورس، ريجورس يعني كثير خلينا نحكي اشتغلوا فيه، والشغل الطويل المتعب كثير، عملوا اكسبيرمنت، في تقريبا 7 اكسبيرمنت بالريسيرش هاي. كل اكسبيرمنت بسيطات وفكرتها بسيطه جدا، راح اشرحها واحده واحده وبتتابعوا ان شاء الله، وان شاء الله كلكم تفهموا. هسه كبدايه، اول اكسبيرمنت عملوها بدك تبلش بالهايبوثيسس، هل الانستاتيك اثر على الليبيد رافت، عمل ديسربشن، استخدموا خاصيه بالجي ام 1 ليبيد رافت انه بيرتبط بالكوليرا توكسين بي. الكوليرا توكسين نقدر نستعمله كفلوريسنس، فبما انه استعملناه كمان فلوريسنس واستخدموا مايكروسكوبي، راح تشرح دكتوره حنان ان شاء الله اذا قدرت، اسمه دي ستورم، هو سوبر ريزوليوشن مايكروسكوبي، بجوز في ناس متذكرينه بجوز لا. هاي بالحاله الطبيعيه بالكنترول كيف بيكون الليبيد رافت، نقطه تصوركم الليبيد رافت. هسه الكلوروفور هو احد انواع المخدرات، اذا طلعوا لاحظوا هون كيف بالاكسبيرمنت الليبيد رافت كثير توزعوا وزاد عددها كثير. برضه الايزوفلورين نفس الشيء كذلك الامر، هو برضه مخدر وتاثر على الليبيد رافت كثير، غير محلها وزاد من حجمها. الام بي سي دي هو النيجاتيف كنترول، بس عشان يفرقوا بين انه الام بي سي دي له وظائف محدده، وصح مش حابب ادخل تفصيلاتها كثير. وبرضه هون رسمه واضحه لل كيف بيصير ديسربشن للبلازما للليبيد رافت سوري. طب السؤال، هل هاي يعني لو اختفينا مثلا لهسه بالاكسبيرمنت هاي، هل نقدر نحكي انه لانه صار ديسربشن للبلازما ممبرين البي ال دي 2 تحرك للبي سي، هل هاي البحث لحاله كافي؟ منتصر تفضل. لا، لانه لازم ناكد البايندنج اللي صار وانه الشانل اشتغلت فعليا. برضه صح، وفي كمان نقطه لازم برضه كان مهمه، يزن تجرب، يزن حمادنا
ممكن يكون في لها ريسبتور بايندينج هو اللي عمل هذا الحكي. ممكن مش يكون, ممكن يكون هلا هم الهايبوثيسيس تبعتهم انه مش ريسبتور بايندينج, بس هلا هون ايش ممكن صار في ريسبتور بايندينج معين خلى هذا الاشي يصير, فهم بدهم ياكدوا انه ما صارش في ريسبتور بايندينج للكلوروفورم والمخدرات الثانيه والمخدرات الثانيه. بس هو حكيك صحيح, هو مش ريسبتور بايندينج, بس اللي بتحكي عنه انت فعليا تجربه ثانيه انه هل البي ال دي يرتبط بالتي ار اي كي 1. انا سؤالي تحديدا بس لو صار ديسبشن بالليبيد رافت, هل هذا معناته انه راح يقدر البي ال دي يرتبط بالتي ار اي كي 1؟ لا مش شرط. هل هذا البحث كافي عشان ياكد هيك؟ لا فعليا لا. السبب طبعا هسه بجوز تحكوا تفصيل زياده او زناخ الدم, بس هو فعليا هيك احنا ما بنعرف اذا البي ال دي 2 اتاثر بالليبيد رافت ديسبشن او لا. بدك تعمل سيبريت اكسبيرمنت عشان تعرف اذا البي ال دي 2 تغير محله او لا. هسه البحث ماشي تسلسل شوي غريب. هذا الفورت اكسبيرمنت, الفورت اكسبيرمنت جرب او حاول يختبر الكروس ريليشن او كروس كوريليشن بين ليبيد رافت اند بي ال دي 2. وزي ما انتم شايفين هون هاي الكنترول GM1 PLD2 هاي الميرج تقريبا قال بعض, بس لما حطينا الكلوروفورم صار في شويه تباعد, وبرضه غير انه عددها كثير كبر يعني الليبيد رافت كثير بكبر عددهم. فهون بنقدر لهسه نقدر نستنتج خلال تو اكسبيرمنتس انه PLD2 فعلا تحرك, وممكن هاي الحركه تنتج بسبب الديسربشن اوف ذا ليبيد رافت. يجي للثاني اكسبيرمنت, هو انا صراحه مشيت تسلسل غير تسلسل البحث تحديدا عشان اشوف, بس انه حسيت انه اسهل كفهم. هسه هاي الاكسبيرمنت غير شوي, احنا بنعرف انه البي ال دي 2 بيرتبط بالتي ار اي كي 1, بس هل هو السبب الوحيد اللي بيشتغل فيه انه سبب هل هو السبب فعليا انه الانستيجا انه القناه اشتغلت؟ هل ارتباط البي ال دي 2 سبب اشتغال القناه؟ طب ممكن لو حطينا ماده مشابهه يمكن اشتغلت, او يمكن ما لهاش دور اصلا, لها دور بشغله ثانيه. فاللي عملوه بالاكسبيرمنت هاي جابوا ميوتيتد PLD2 جين بروتين حتى سوري, ونحط هذا البروتين بالسل بحيث لما يرتبط PLD2 مع TRK1 ما بيرتبط المنيح الانميوتيتد, بيرتبط الميوتيتد, والميوتيتد هذا بيكون كاتاليتيكلي ديد يعني ما بيعمل اي تفاعل بعد هيك. لما عملوا التجربه هاي لاحظوا انه الترنت الكرنت تبعتها فعليا اختفت, هاي بالحالات الطبيعيه. Wild type PLD, wild type معناته عادي ما عليه أي mutation. أما هون لما نحط ال XPLD راح الكرنت, بطل فيه كرنت, كرنت هو تيار. برضو كان سؤال خفيف لطيف أخذناه زمان, كيف قاسوا الترنت؟ إيش في طريق أخذناه ممكن تقيس فيها الترنت؟ الكرنت سوري. أحمد تفضل, أحمد كفوين. الباتش كلامب 100% والله نايس, حدا متذكرها يعني. الباتش كلامب, هو فعليا يستخدم الباتش كلامب اللي بيسموه الكتروفيزيولوجي عشان يقيس وجود كرنت او لا. وهي هي 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 البدايه لهسه, عرفنا انه تي ار اي كي 1 بيرتبط مع البي ال دي 2, وان البي ال دي 2 عامل رئيسي في القصه هاي كلها انه يشتغل الكرنت, وعرفنا انه الديسربشن البلازما للليبيد رافت بينشر البي ال دي 2 خلال البلازما ممبرين. طب هسه في نقطة حبيت أحكي لكم إياها وجربوا استنتجوا بناء عليها اللي بدي أحكيها هسه. في قناة مشابهة من نفس الفاميلي للـ TREK1 بوتاسيوم شانل, بس ما بتتأثر بالأناستاتكس, يعني لو تحط أناستاتك ما بيشتغل, ما لهاش دخل بالأناستاتكس مطلقا لا من قريب ولا من بعيد, وبرضه ما بيرتبط بالـ PLD2. هذا ممكن يجرب يحظر إيش عملوا الباحثين لهاي القناة بحيث إنه يفيد بحثهم أو يفيد نظريتهم بانه الـ PLD2 عامل رئيسي في القصه هاي كلها. يزن تفضل برضو. ممكن اخذوا الـ PLD2 binding site بالتريك وحطوها على البوتاسيوم شانل الثانيه عشان يقيسوا اذا عن جد الارتباط الـ PLD2 هو اللي فعلها ولا لا. يزن اعترف انت قرات البحث. قراته حتى لسه قارئه قبل شوي انا. صراحة صعب يخطر بال حدا صراحة السؤال هذا بالضبط. عملوا جابوا الدومين اللي بيربط, هسا انا حكيت انه هو بيربط البي ال دي 2 بالتي ار اي كي 1 عن طريق دومين بالسي تيرمينس,
الدومين زي ما أخذنا لبيو كيمو بالمولكيولر وكثير شغلات، إنه الدومين لو نحط لحاله الفنكشن تبعه بيضل عادي، بيضل بيرتبط PLD2 حتى لو ما كان مرتبط بروتين عادي، لو ما كان مرتبط بروتين. هم اللي عملوه إنه جابوا الدومين هاي بيرتبط بالPLD2 وحطوها بالشانل المشابهة TREK اسمها زي ما انتم شايفين، ما قالها الدومين، هاي الدومين بالاخضر وهي ال TREK الطبيعي، عملوا جين اديتنج وحطوها بال TREK. اللي صار فعلا وكان نوعا ما مدهش انه فعليا اشتغلت اشتغلت القناه عادي، طلع منها كارنت ووضع كان 100%. فهي كانت احدى النقط القويه بالنسبه صراحه لهي الريسيرش. وهيك خلصنا الثيرد اكسبيرمنت. حد عنده أي سؤال لهسا أو استفسار أو ما إلى ذلك؟ تمام، نكمل إذن. الفورث إكسبرمنت إحنا حكينا عنها. هسا الفيث إكسبرمنت. هسا إحنا إذا لاحظتوا لهسا إحنا جربنا بس نوعين، اللي هو الكلوروفورم والأيزوفلورين. طب ممكن إنه باقي الأنستاتيكس ما يكون بيشغلوا عن طريق البي إل دي تو، يمكن يشغل بطريقة ثانية وما لهم دخل بالقصة هاي كلها. فبدهم يرجعوا يجربوا البحث على جميع أنواع الأنستاتيكس، جنرال أنستاتيكس طبعا، وفعلا جربوها. وهي شايفين النتائج هون، هاي الكرنت الـ PLD activity sorry، وهي التايم، وكل هاي الكنترول، هاي الانيبيشن، وهي الاكتيفيتنج اللي هي الأنستاتيك، ومع الأنستاتيك كلهم زادوا. بس في نقطة مهمة هون، هاي تدخل بالدسكشن تحديدا مش نطاق البحث، بس انه اذا لاحظتوا انه كل واحد له كميه معينه، يعني بروبوفول الاكتيفيتي كان 600، اما الكلوروفورم 800 تقريبا. في اختلاف الانستاتكس ولحد هسه ما اعرفوا كيف او ايش التفسير له فعليا. طب هسه احنا كل شيء اخذناه هسه ان فيترو، كل التفسيرات هاي والاكسبيرمنتس وكل شيء عملناه فعليا هسه كان كله ان فيترو. بس النقطه الاصعب هسه كيف بدك تعملها ان فيفو انا ليفينج بينج يعني. وهاي هي تقريبا اخر اكسبيرمنت بيسموه الفلاي اكسبيرمنت، سموه انا بسميته صراحه الفلاي اكسبيرمنت. يعني الفلاي اكسبيرمنت اللي صار فيه انه هسه ما ليش اختاروا الفلاي، اختاروا دروسوفيليا، اختاروا دروسوفيليا لانه it has only one PLD gene، يعني لو عملناها ميوتيشن خلاص ما فيش شيء ثاني يمكن يحل محله، فاسهل كثير البحث. فعملوا مقارنه بين الكنترول جروب اللي هو عادي وايلد تايب فلايز ما لهم اي، ما تعدل لهم اي شيء، وبين البي ال دي نال انه عملوا ميوتيشن للجين تاعت الدروسوفيليا بحيث بطل ينتج بي ال دي. حطوهم بسمول كونتينرز وقاسوا حركتهم. فانت فعليا لو صار انستيزيا للفلاي رح ينام، رح فعليا رح يوقف حركه، اما لو ما صار رح يضل يتحرك. اللي لاحظوا انه اللي كان في الوايلد تايب فلايز تعرضوا للانستيزيا اسرع بكثير من البي ال دي نال، فرق شاسع يعني بالوقت. بس برضه هي تفتح المجال لإشي، يفتح مجال لسؤال معين، حدا خطر له؟ يعني بالأخير رح يصير في أنستيزيا بدون بغض النظر PLD شغال ولا لا. صح برضه رح يصير أنستيزيا بغض النظر PLD شغال، بس بدك كمية كبيرة، بدك high concentration. فانه في كمان ميكانيزم إلها دخل بالموضوع احنا ما بنعرفها، احنا لهسه بنجهلها. وبرضو على النقطه اللي حكيتها سابقا، برضو على نفس الشيء، على نفس الفلاي اكسبيرمنت، عملوا نفس التجارب على الليبيد درافتس، على الديسربشن ليبيد درافتس زي ما انتم شايفين هون. فعليا رجعوا عادوا كل شيء يعملوه ان فيترو ان فيفو، كل شيء يعملوه قبل ان فيفو عشان ياكدوا كلامهم بمطلق الاهميه يعني او مطلق التاكيد، خلاص انه اثبتوا الشغله هاي. وبرضه تأكيد على النقطة اللي حكيتها قبل، أتوقع قبل حكينا إنه أعلى إشي كان الكلوروفورم والأيزوفلورين. طب إن فيفو صار الوضع غير، الأيزوفلورين برضه كان قليل بس البروبوفول كان أعلى، الداي إثر إثر ما إحنا ما جبنا ما عملناهاش بالأول، بس إنه البروبوفول كان أعلى من الكلوروفورم. فهاي برضه إحنا الميكانيزمز اللي إحنا ما فهمناهاش لهسا، واللي مفروض تكون ديسكشن لقدام إن شاء الله. يعني هو الصراحة بس هيك، هاي تقريبا فعشمالياً شمات كل الباحث لأسه كامل نوعا ما. أنا حاولت أخليه قصير لأن اللقاء الثاني الماضي كان طويل شوي فحاولت أسرعه.
في حد بيحب، انا قلت افتح مجال النقاش هسه، في حد بيحب اي شيء؟ يور ويلكم. جواد خليني ابدا انا. Very nice presentation. Thank you so much. حبيت التسلسل في الافكار اللي انت عم تحكي عنه. وحبيت كيف انت عم بتحط حالك مكان الريسيرشر. ف this is يعني this what creates a researcher، انه احنا نصير نفكر بالهايبوثيسز وشو التكنيك اللي انا بدي استخدمها، شو الاكسبيرمنت اللي بدي اعملها عشان اثبت او انفي الهايبوثيسز اللي بدي احطها. ف thank you for a nice presentation. كنت حابه اسمع تعليقك ب يعني سمعنا البوزيتيف منك في الترتيب، شو رايك شو في عندك اشياء نيجاتيف؟ مثلا انا من الاشياء اللي ما حبيتها في البيبر العنوان، صراحه انتبهت على العنوان. انتبهت مش كثير كثير جنرال، very general، ويعني صراحة علميا مش مقبول. علميا لازم تكون انت على الاقل العنوان it reflects what the paper has، صح ولا لا؟ فهو حكى مثلا general anesthetic بشكل عام، ما حكى عن انهم الانستاتيك المستخدمين، اذا قرأت منا الانهيلد anesthetic only مثلا. حكى صح بس انهيلد، بس بالامانة احط واستخدموا البروبوفول، كأن البروبوفول بيكون injected، هذا الشيء الوحيد اللي كان مختلف، بس ما حبيت ادخل بالتفاصيل هاي. صح، بس هو الاكسبيرمنت كانت يعني المين تارجت تبعهم كان على الانهيل. الشيء الثاني اذا انتبهت برضه يعني برضه من العنوان قبل ما نبلش لسه، ستاديز اون ذا ميكانيزم، يعني اجان فيري جنرال. هلا هاي الفيري جنرال لها هيك بوزيتيف ونيجاتيف امباكت. لما تحكي ستاديز اون ذا ميكانيزم فبيروح القارئ متسرع، بده يروح يشوف، لأنه بالنسبة له هدول اللي كشفوا السر تبع الجهة الأساسية كلها، عرفت كيف؟ فهي بتكون مس انفورماتيف، عشان هيك بنحكي مش علمية. الأصل لما بعتوها للجورنال الريفيور يقول لهم لا وقفوا، لازم تكون العنوان تبعكم سبيسيفيك بيحكي انت شو عملت في هذا الارتيكل عشان ما يكون مسليدنج للأودينس. تمام، لاحظتوا الابستراكت مثلا، الابستراكت التايب اوف جورنال هاي البيناس الابستراكت تبعها بنسميه نون ستراكتشرد. كيف يعني نون ستراكتشرد؟ يعني مش مبين فيه وين الانترودكشن، وين الميثودولوجي، بعدين الريزلتس، بعدين الكونكلوجن. في سام جورنالز عادي هيك بيستخدموا هذا الفورمات، انه بيكون مش مقسم يعني للفقرات اللي احنا فيها، لكن لما تقراه بتلاقي الاوثرز هن مقسمينه منهم وفي، يعني حاطين كلمه هيك شويه باك جراوند، بعدين شوية ميثود، وبعدين رايحين على على الديسكشن والكونكلوجن. ف for me it was a very good presentation. I liked the article. وخلينا نسمع من الباقي من زملائك. تحبوا احكي لكم هلا عن الميكروسكوبي ولا نسمع من زملائك الاول؟ نشوف اذا حدا عنده اسئلة ممكن ندخل بالنقاش قبل، اذا ما حدا عنده شيء بنبلش بالميكروسكوبي. تمام. كنعان تفضل. يلا كنعان بس عنده سؤال، تفضل كنعان. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. انا سؤالي انه بالاخر شيء بالاخر تجربه، ليش قرروا ان في ميكانيزم ثاني؟ ليش ما يكون الميوتيتد جين مثلا فيه مشكله او مش ميوتيتد بخليه ديفكتيف على الاخر؟ الصراحة سوري قطع صوتك لحظة فما سمعت شو حكيت، ممكن تعيد سؤالك؟ بس في آخر تجربة ليش يكون إنه في ميكانيزم ثانية؟ ليش يكون الميوتيتد جين نفسه مثلا ديفكتيف، مش أو الديفكت تاعه مش كثير عالي قصدي؟ فهمت عليك. هسه هو فعليا الميوتيشن بيعملوها ممكن يكون جين ديليشن، مش شرط ميوتيشن، ممكن اتوقع اللي هم اللي عملوه صراحه مش ميوتيشن، كان جين ديليشن، نشطب الجين كامل. جواد هي انتبه على الرسمه اللي انت حاطتها، PLD null. PLD null means this animal does not have the PLD، فهي نسميهم knock down. اتوقع انه ديليشن شلناه تماما. هي ديليشن، يس they don't have that particular gene. صراحة أي غلط مني، كان لازم أحكي ديليشن، هي شاملة أكثر. تفضل منتصر. مكتوب بالصفحة الأولى الفقرة الثانية على اليمين إنه genetic deletion of TREK1 decreases anesthesia sensitivity in mice، حاط ريفرنس 32. صح، نفس المبدأ اللي هو إنه هي مش الميكانيزم الوحيد الموجودة،
يعني في آثار ثانية، في ميكانيزم ثانية حتى بعدم وجود الـ TRAK1 بيعمل أنستيجا، بيعمل decrease in neuron excitability. بس هاي كانت على فكرة ضمن الدسكشن اللي بعد الـ أتوقع أنا كدم الدسكشن بعد البيبر، فصراحة لا أدري الموضوع هذا صراحة مطلقا، بس إنه المفروض يكون incentive لـ future research إن شاء الله يعني. أهلين تفضلي. أجود أيديا مع المحتلين. برضو من النقاش اللي عم بيصير اللي هو كان generalization اللي هن they're assuming، فهو طبعا في different mechanisms، هاي mechanisms لسه نحنا ما بنعرفها، ممكن يكونوا أصلا interplaying. يعني مثلا هو ركز هلأ على PLD وعمل PLD non-mice وحكى لك لما أنا أعمل knockdown وأشيل يعني هيك حددها. سوري قطع صوتي شوي. فهاي واحدة من الجنراليزيشن، هاي واحدة من الجنراليزيشن اللي كنا عم نحكي عنها. فيو ار رايت، في اذر ميكانيزمز لازم يكون في عنا او لازم يكون في فيوتشر ريسيرش تو ديسكاس ذا كورليشن بتوين ذيز ديفرنت ميكانيزمز. يمكن هون هذا التوجه، اذا لاحظت في الانترودكشن هن كانوا عم بيحكوا انه اور بريفيوس ورك شوز، فواضح انه هاي المجموعة عم تشتغل على هذا اللاين اوف ورك وعم بيبنوا عليه شوي شوي. This is a good observation. يلا صح، هم كانوا كاتبين ضمن الصفحة الأولى ضمن الانترودكشن إنه هم نفسهم مجموعة الباحثين هذول عملوا تجربة قبل إنه لما حطوا ميكانيكال فورس على لما عملوا ميكانيكال فورس على البلازما ممبرين برضو اشتغل الـ TRAK1. حتى هي كانت ضمن الدسكشن إنه ممكن الثيكنس أو ذا ممبرين يأثر على الـ TRAK1، بس حكوا إنه احتمالية قليلة، بس إنه it's a possibility that should be researched. وهذا this leads us إنه يعني نصيحة مني لكم، لما تقرأوا في article مثلاً وعجبكم هذا الارتيكل، شوفوا الريسيرشرز شو عملوا في اللاين نفسه، فارجعوا للprevious work تبعهم، لأنه على الأغلب معظم يعني كل الريسيرشر بيكون في عندهم line of work، line of research، يعني هو بيشتغل في شغلة وبعدين بيبني عليها، بتطلع عنده سؤال ثاني بيرجع بيبني عليه وهكذا. فمن هون يعني إذا بنرجع لكل الريسيرش لنفس المجموعة بنصير نميز وين اللاين، ونصير إحنا يكون في عنا تصور إذا حابين نمشي في هذا اللاين أو في parallel line of research بالضبط هنا شو عملوا و what's the addition we can do. تمام؟ يلا لين تفضلي. لين تفضلي، كثير أخرناها. لا عاد، أنا كنت بس بدي أسأل إنه هلأ لما تحكي عن effectiveness أنت بيكون مثلاً قصدك إنه أدي بسرعة ببلش يشتغل، او قد ايه بيكون ديب الكوما والسبات يعني بسببه، او يعني ايش قصدك بالضبط بالافكتيفنس، او يعني اتوقع قصدك بالاثراي اكسبيرمنت صح؟ ايوه. اوكي، بجزء ما اتوقع ما وضحتهاش كثير. هسه ما كان فلاي واحد، كان مجموعه فلايز، ومن اللي لاحظوا انه اتسيت الكونسنتريشن، اتسيت الكونسنتريشن اوف انستاتكس، عدد الفلايز اللي كانوا unconscious من ال wild type of flies كان نسبتهم أكثر من ال unconscious flies، من ال unconscious flies ال PLD null، إنه يعني at a certain concentration قد كم نسبة ال flies اللي بيكونوا unconscious. هاي الفكرة بس، إذا توضحت شو ممكن أرجع إلى الطريقة الثانية يعني. كلمة effectiveness في الدواء رح تسمعوا إما effectiveness أو تسمعوا كلمة assay مرات، هي بتعني قديش النسبة اللي فعالة عادة من الدواء، هي كلمة أسئلة. لما نحكي effectiveness قديه النسبة اللي من النسبة الكلية اللي مشي معها. يعني أعطيك مثال، البانادول لوجع الرأس بس ببساطة، مش كل الناس اللي بياخدوا بانادول بيطيبوا على البانادول لما يكون رأسهم بيوجعهم. النسبة اللي بتتعالج من البانادول أو بتستجيب للبانادول هاي اللي بنسميها، أو هاي النسبة هي الريشو، هي effectiveness ratio. فكل دواء في له نسبة معينة من الإفكتيفنس، وزي يعني من الأنسيزة زيها زي بقية هاي الأدوية. تمام؟ عشان هيك الفلايز اللي كانوا موجودين النسبة اللي منهم تأثرت بالأنستاتيك، هاي هي تعبر عن الإفكتيفنس of that drug in a sense. ميكس a lot of sense صراحة. شكرا دكتورة. برضو حاب أضيف شغلة هي خارج نطاق البحث تحديداً، بس فكرة خطرت لي وحاب أقرح عليكم. بس إحنا لساتنا طلاب سنة أولى ومعظمنا ما عنده الخبرة،
خلينا نحكي بالسبيكينج أو بالشرح أو حتى كقراءة، فإنه حاب إنه أي واحد بيطلع بيشرح إذا بده if he's willing إنه النقل اللي كان حضر اللقاء يعطوه فيدباك طبيعي، إنه critical feedback إنه كيف عمل، إيش النقاط الضعف اللي لازم يركز عليها، إيش النقاط اللي هو عملها منيح وإنه لازم يخليها. فإنه يعني I welcome any feedback صراحة no matter how bad it is، وإن شاء الله إذا حدا ثاني بيحب الفكرة هاي، حدا مستقبلا بيحب يشرح بيحب يسمع انتقادات، أتوقع بيكون إشي مفيد إن شاء الله. يعني إيه دكتورة بتحب تبلشي عن المايكروسكوبس إذا أوكي. بدك أنا ديستو بس للتذكير يعني هلأ بديكم تطلعوا على الصورة اللي حاططها أصلا جواد. المايكروسكوبس اللايت مايكروسكوبي in general، قلنا أول مايكروسكوبي بشكل عام كنا عم نحكي هاي this is very good، كنا عم نحكي عن كلمة resolution، تتذكروا درسنا كلمة resolution. هلأ مين بذكرنا شو يعني resolution؟ حدا بتذكر شو تعريف resolution؟ يلا show me your hand. أحكي أنا والبس. لا استنى أنت، نحكينا أنا وياك فيه. نشوف اسم جديد. زينب. يلا go ahead. What's resolution؟ It's the distance, the minimum distance between two points, which you can identify that they're separate points. So the minimum distance between two points that you can identify as two separate points. يعني هلا مثلا أشير لهم يا جواد على على الكنترول او على هيك بلوب كبير. مثلا خذ لك أشير على رسمه. ايوه شوفوا هاي. لهون احنا مش مميزين اللي عم بأشر عليها، مش مميزة انا. هاي نقطة نقطتين ثلاثة خمسة، مش قادرين نميز الريزوليوشن. يعني مش قادرة او مش قادرة افصلهم as two separate points. الريزوليوشن حكينا انه بيعتمد على الطول الموجي لامدا of the source that you are using. ففي حالة اللايت بيعتمد على اللامدا of light. عشان هيك الماكسيموم ريزوليوشن، البست ريزوليوشن you can get من اللايت مايكروسكوبي لا يتجاوز 0.2 microns اللي هو 200 نانومتر. ثواني خليكم معي. طبعا اضافه جميله، بس حبيت احكي كما تيجي الدكتوره. الدكتوره تخصصها الميكروسكوبي اصلا، فهي كلش كانت نوعا ما متحمسه وهي بتشرح عنه كثير. هي بتحب، هي حكت لي بالحرف انه this is the arena، هي تخصصها يعني. فهذا اللي حكيناه في الريزوليوشن if you remember، انه two different points as separate points. باللايت مايكروسكوبي احسن ريزوليوشن ممكن نوصلها اللي هي 200 نانومتر، بمعنى اذا في عندي نقطتين على بعد 200 نانومتر انا بقدر اشوفهم. هلا بهدول الاكسبيرمنتس they needed to see more، بدهم يشوفوا اكثر، بدهم يشوفوا هدول الرافتس عم بيتحركوا. وفعليا الريزوليوشن ذير افتر اذا بتطلعوا في التكنيكس كانوا عم بيطلعوا على 128 مايكرون، which is below the resolution of light. فهاي الحالة كان عندهم واحد من خيارين، إما أنا بروح باتجاه الإلكترون مايكروسكوبي، ولكن في هاي الحالة I get too much detail، أنا مش بحاجتها لأنه هاي التفاصيل عم بتورجيني مثلا البلازما ممبرين، عم بتورجيني الليبيد رافت، لكن ما عم بتورجيني relationship زي ما حكى لنا قبل شوي جواد، ما عم بتورجيني relationship between two items جنب بعض، two molecules جنب بعض. فكان الحل في هاي الحالة إنهم يتجهوا ل what we call super resolution microscopy. Now in super resolution microscopy you do أو الجهاز software اللي موجود بيعمل زي reconstruction of images based على mathematical algorithms. يعني بياخد صور من اتجاهات متعددة وبعدين بيحسبهم رياضياً بحيث إنه بياخد لكل صورة نقطتين أو أكثر وبيشوف هاي النقطتين وين الأبرج تبعهم. هيك بيشتغل السوبر ريزوليوشن بشكل عام. طبعاً في عدة طرق للعمل الألغوريثم، واحدة منهم إشي اسمه الديستورم اللي هو مستخدمه في هاي الحالة. فإن the distorm you can reduce the resolution limit لحديث ما توصل 20 nanometers. يعني إذا في عندي two points على بعد 20 نانومتر from each other هذا السوبر ريزوليوشن it can detect them. فعشان هيك استخدموا، طبعا في هاي الحالة عم بستخدم ايش؟ light يعني fluorescence microscopy طبعا على الconfocal microscopy.
كلمة confocal إذا بتتذكر هو fluorescence لكن it's a special type of fluorescence microscopy بيعمل scanning point by point فبالتالي it can resolve better أولا ثانيا لأنه ما عم بياخد light من ال out of ال plane اللي كان من برا إذا بتتذكروا light اللي كان من ال non-focus plane يعني بياخد بس من النقطة اللي أنا بدي إياها وبقدر أعمل 3D reconstruction فبقدر أشوف the spatial organization of my molecules كيف هن مرتبين spatially spatially يعني بالفضاء بال3D فهاي كانت الفكرة من استخدام الconfocal واستخدام السوبر ريزوليوشن في هذا التايب اللي حبيت أحكي لكم إياه إنه both these techniques are available عندنا بالجامعة مش رح تروحوا كتير لبعيد موجودين عندنا في الجامعة و they're available to researchers فإذا بالمستقبل هيك someone comes up with a research idea وحابين إنه to go ahead, the techniques موجودة, we can do them. تمام. في حدا عنده أي سؤال سواء لجواد أو لإلي أو حابب يضيف إضافة أو يناقشنا في معلومة؟ يزن أنت رافع إيدك من زمان ولا هلا؟ نسيت أوطي إيدي أنا. نسيت أوطي إيدك. طيب. منتصر. تفضل. دكتورة الريسيرش زي هيك انه استعمال جين اديتنج عشان الفلايز ومالتيبل تايبس اوف مايكروسكوبي قديش بكلف بالمتوسط مثلا هلا شوف الجين اديتنج صراحه ما بقدر اجاوبك لسبب انه للاسف غير متواجد عندنا في الاردن مش في الجامعه كجين اديتنج على مستوى الان فيفو عندنا الان فيترو قوي وعندنا الكلينيكال في الاردن قوي لكن الحلقة اللي بيناتهم اللي هو الان فيفو لساتها مش كتير فعال اللي هو يعني لما نستخدم الانيمالز سواء سمول انيمالز ولا فلايز ولا حتى لارج انيمالز كله مش موجود للأسف يعني اما بقدر اجاوبك على الميكروسكوبي باكر الميكروسكوبي انت بحاجة مواد التصنيع او مواد الـ يعني اذا بتطلع على الميثودز في عندنا المواد تبعت الفيكسيشن والبريبريشن والسلايدز ومش عارف ايش بالاضافة للانتيبوديز على الاغلب في هذا التايب اوف ريسيرش هي اللي بتكون مكلفة الانتيبوديز أولاً ثانياً السيل كولتشر اتسلف لأنه أنت عم تاخد خلايا تزرعهم ويعني بدها ستاب منيح ف يعني مش كتير مكلف دوابل لكن مش كتير مكلف combination of all these techniques اللي شفتوها في البيبر هذا مكلف يعني عم تحكي عن بحث زي هذا ممكن يكلف بين الـ 100-150 ألف مثلاً يعني بالوضع المتوسط لكن الفوندز دائما موجوده منتصر ابدا الفوندز ما بتكون هي العائق if we know where to look if you have a good idea we can always come up with the funds يعني مثلا هذول الريسيرشرز كان عندهم سبونسر او شيء هيك ولا لحاله ما حدا بيشتغل لحاله دائما بيكون في عندك funding agency fund يعني حدا بيعطيك فلوس عشان تشتغل funding agencies زي مثلا بالجامعه عندنا عماده البحث العلمي عمادة البحث العلمي بتعطي فلوس للريسيرشرز طبعاً بكمية محدودة حتى للستودنتس في شيء اسمه بحث طلابي بيعطوش مبلغ كبير يعني مبلغ كتير كتير قليل لكن على الأغلب الدكتور اللي بتشتغل معه بيكون عنده فند من جهة تانية في مثلاً مؤسسة شومان بتعطي دعم للباحثين بمختلف الباكجراوندز تبعتهم في عندنا مؤسسة أو وزارة التعليم العالي صندوق دعم البحث العلمي برضو بيعطوا دعم عم بحكي هدول عن اللوكل برا في كمان agencies كتيرة سواء الـ NIH الـ European في الجامعات نفسها ف when we look you can find funders هلا بالنسبة للطلاب كمان في صندوق الملك عبدالله بيعطي للطلاب fund up to 1500 دينار برضو فكمان هذا من الأشياء اللي نستخدمها شكرا رشاد رشاد رفع ايدك تفضل هلو رشاد طيب يزيد يعطيكم العافية يعافيك اهلا عندي استفسار بالنسبة لما واحد بده يجي يعمل بحث اكيد بده يكون قارئ على الموضوع كتير بس كيف بده يكون سيرت 100% انه ما نعمل اشي مثله او يعني مشابه له لانه بصير بروح يعني شغله كله على الفاضي اذا نعمل اشي مشابه
لا شوف هلا اولا هذا مسكونسبشن انك انت اذا عملت شغل مشابه لشغل ناس ثانيين بيروح شغلك على الفاضي، لانه انت من نفس يعني نفس الارتكل نفس الشغل بتلاقي منها اربع خمس مجموعات عم بيشتغلوا عليها عشان يطلعوا بنفس الاستنتاج، لانه مجموعه واحده او ارتكل واحد على استنتاج واحد غير كافي طبعا، يعني ما بعتبره اصلا ايفيدنس، لازم يكون في مجموعات اخرى تكرر العمل. طبعا الافضل انه انت تكون سباق، يكون في فكره جديده، لكن مش شرط. واعطيك مثال، في مجلات متعدده تنشر ابحاث حتى لو ما كانت اوريجينال ايديا، هاي الفكره اوريجينال ايديا يعني انه انت اول واحد عمل فيها، لكن تنشر ابحاث نوت اوريجينال شرط انك انت تكون عامل ريجورس ساينس، يعني عامل كل الديب ديتيلد اكسبيرمنت اللي تثبت الحكي اللي انت عم تكتبه. فهذا مسكونسبشن انه احنا لازم يكون في اشي جديد دائما، لا ممكن انه يكون في اشي. That said لما نختار لاين بشغلنا بدك تكون انت الاكسبرت في هذا اللاين، يعني لدرجة مثلا انا لما بلشت هيك وانا اكبر منكم شوي صغيرة كنت اعرف اسماء الباحثين اللي خلص صاروا هدول متميزين في مجالهم واضلني اتبع لهم واعملهم زي ستوكينج واروح على ريسيرش جيت وكل ما واحد نزل ارتكل اروح اقرأها، لانه خلص هدول الناس اللي مهمين، هدول اللي كنا نحكي عنهم او اللي حكى لكم عنهم الدكتور تتذكروا في اول محاضره الفيجرز او الناس المهمه في اللاين اوف ورك. فانت بتصير تتبعهم وكل ارتكل جديد بيطلع بتصير انت بتقراه، فهذا بصير باي ديفولت عندنا كلنا، تمام؟ فبتصير تعرف وين واصل الساينس. طبعا بالاضافه لحضور المؤتمرات، مثلا في المؤتمرات بيحكوا الليتست انفورميشن، المؤتمرات جزء مهم جدا من التعليم الطبي، يعني لا تفكر انه انا بخلص دراستي وخلص وذاتس ات وبقرا هالارتكلز ويخلف علي، لا المؤتمرات هي جزء مهم جدا عشان اشوف الناس الثانية شو بتعمل عشان اضلني اب تو ديت في اللاين اوف ورك اللي انا بختاره. تمام يا زياد؟ تمام شكرا. كفوين تفضل. دكتوره اذا ممكن بس اعقب على كلامك بشغله صغيره. جواد اكيد يس. في بس للتأكيد انه زي ما حكيت الدكتوره هي مسكونسبشن فعليا انك انت اذا عملت نفس شغل واحد فانت ضيعت وقتك، لا دليل ذلك بال2004 هي مش ضمن مجالنا تحديدا بس بال2004 طلعوا مجموعه باحثين فيزيائيين واكتشفوا بارتكل جديده، شيء بارتكل جديده صغيره كثير ومتفسر كثير شغلات، ولما دار 10 سنين بعدها ضل كل شوي يطلع بحث ياكد كلامهم. بال2014 بعد 10 و11 سنه عمل واحد في واحد قرر يعمل ما انتيتشوس بجوز ريبليكيشن بروجكت، انه يقلد البحث الاساسي اللي انعمل. لما قلدوا البحث الاساسي اللي عمل طلع كل شيء غلط، طلع فعليا الاستنتاج اللي استنتجوه غلط، طلع ما في وجود اصلا للبارتكل هاي اساسا. في جزء كثير مهم انه يكون في اكثر من اكسبيرمنت على نفس الموضوع. صح، يور ابسولوتلي رايت. ويا ما في ارتكلز انسحبت من اصلا من الجورنالز تبعتها عشان كان في مسكونسبشن او في اخطاء او بالميثودولوجي اكتشفوها بعد عشرات السنين لما ناس حاولت انها to repeat the experiments. Right, you're right. هاك فوين تفضل. يعطيكم العافية دكتور حيان وزميلي جواد. يمكن سؤالي مبكر عليه شوي، لكن تخصص الطب يعني بيعتمد بشكل اكبر على جمع اكبر قدر من المعلومات في فترة الدراسة، يعني مش مدربين حتى نكون علماء، فمتى ممكن ان نبدأ مثلا بعمل تجارب بسيطة لزيادة على اساليب الاستنتاج مثلا، وهل ممكن ذلك في أثناء الحياة الجامعية؟ مش بس ممكن، you are required to do so. هلأ إحنا بكلية الطب مطلوب من كل واحد قبل ما يتخرج يكون في عنده مشروع للتخرج بأنه يكون ساهم في بحث. يعني وإنتوا هلأ مع الأعداد الكبيرة مفروض صراحة أنه من هلأ تبلشوا تفكروا وين توجهكم، تشوفوا الدكاترة هيك اللي بيشتغلوا باللاين اللي إنتوا حابين أنه تشتغلوا فيه أو تتعلموا فيه. الأفكار مش لازم تكون صاروخية، الأفكار ممكن سوري فصل صوتي أتفرج على مواد شو تأثيرها على خلايا بمستوى كتير بسيط، يعني ما مش كل الأفكار لازم تروح على نيتشر وسل والهايست جورنالز، ممكن تكون فكرة كتير بسيطة لكنها مهمة بلاين شغلي. فيو شود ستارت أز سون أز يو كان يا كفوين، ما تستنى لحديث ما تكبر، حتى لو لسه الأشياء صعبة بلش اقرأ، هذا وظيفتك أنت في التعلم.
هلو دكتورة، عندي سؤال. مين انت؟ كفوين؟ اه سمعت دكتورة؟ سمعتك. مثلا التجارب البسيطة، التجارب البسيطة مثل بي سي آر، متى ممكن مثلا نستخدمها او نطبقها احنا؟ دكتورة ممكن سوري لينا بس لحظة كفوين، ما سمعنا سؤالك، فصل الصوت عندك. تعرف ترد على سؤاله أصلا؟ يلا لينا أنا الاتصال عندي ضعيف شوية. هو قصده على تكنيكس اللي أخذناهم بالمولكيولر بيولوجي متى بنقدر نطبقهم، خصوصا البسيطات زي البي سي آر. هلا الدكاترة اللي درسونا الفصل الأول لما أعطونا إياها سألتهم إنه ليه ما تعطونا التدريب عليهم، حكوا بعد ما تخلص سابق موضوع كورونا لو تجوا علينا على المكتب عادي مندربكم عليها، خصوصا يا دكتورة بالسيل ثيرابي عندكم من دكتور ولهان الشاعر، حكى أنا مستعد أدربكم عليها. بس يعني خليني أنا أحكي لك شغلة، أنتوا عددكم حوالي 1200 طالب، لا أنا ولا دكتور إنسان ولا أي حد في الدنيا ممكن إنه يدرب 1200 طالب. إذا بس كان... دكتورة عادي أحكي على هاي الشغلة. يا رشاد هلأ يعني هلأ شوفي، نحن بجورنال كلاب يمكن كنا 250، شوفي كم واحد حاضر، يعني أقل من 70، تمام؟ فمو الكل عنده النفس أنه يكمل الآخر. ترى هو حكى للي حاب، بس يعني يمكن طالب طالبة ما بطلعوش خمسة، يعني ممكن هلأ الطلاب يكونوا متحمسين عشان نحن سنة أولى وهيك، بس يعني نفسه دكتور مأمون حكى أنه طلاب سنة تانية أكبر من نفسنا وأتوقع هم يأنصوا الأنشط، راحوا عنده وحكوا له أنه بدنا نعمل ريسيرت، بلشوا مع أول الفصل الثاني من السنة الثانية وما قدروا يكملوا، هيك خلاص قالوا نحن ترجعنا بنركز على دراستنا، فمو الكل بيقدر يكمل. يعني I'm hoping إنه من هاي المجموعة يطلع من 250 حدا نطلع 200 إن شاء الله. We're just 60 إن شاء الله. طيب any other question؟ أتسمحي دكتورة سأل أنا؟ دكتورة مين أنت؟ رشا؟ نعم رشا. يلا go ahead رشا. دكتورة لو بدي أشارك ببحث معين مع حدا من الدكاترة، أول إشي كيف بدي أعرف إذا من دكاترتنا نحنا، كيف بدي أعرف أي دكتور إنه عنده اهتمام في مادة معينة أو research معين أشارك معه، أو مثلا أطلع عليه مش شرط أشارك وأتعلم منه التكنيكس، وكيف ممكن إنه أخليه يسمح لي أشارك معه؟ طيب هلا كل حدا فينا في عنده سي في، والسي في هاي بتحكي شو الارتكلز او البيبرز اللي هو نشرهم، شو تخصصه الدقيق، فبالتالي بتعرفي شو الانترست الريسيرش انترست تبعته، فيو كان ستارت فروم ذير. هلا نصيحتي لكم يعني ما تروحوا بس على الدكاتره عشان انا بدي اعمل ريسيرش وهيك تضلكم تنقوا فوق راسهم، وساعه يكون انترست تبعك في الكانسر وساعه الانترست تبعك في الموليكيولر وساعه الانترست تبعك، لا انتوا ركزوا شو انتوا بدكم لانه بتقدروا تبداوا فيه احسن، وفي الاخر يعني رح تقدروا تلاقوا دكتور تشتغلوا معه على الاشي اللي انتوا حابينه مش بس لمجرد انه نشتغل. طيب نشوف كنعان. السلام عليكم. عليكم السلام. انا سؤالي هسه الليب درافت بتكون دائما موجوده ولا بتتفكك وبتترك تتفكك وتتركب؟ جواد السؤال إلك. أنا جيت على الوجع أنت الصراحة، اللي بدرافت تحديدا قرأت عنهم كثير بس يعني ما لقيت إشي سيرتن، يعني في ناس بيقولك ما في اللي بدرافت أصلا، فصراحة للأسف عشان هيك سأل للأسف مش عندي الجواب، على الأقل بضل يتفكك يتركب، وبهاي الحالة إنه بسرعة كثير بهاي الحالة الموضوع إنه بالأول كيف بيعمل disruption وهاي شوي مش حاسه بجوز بيزبطش كثير مش عارف. ممكن بتذكر بالسايتولوجي كانوا ذكرين هاي النقطة، هم ذكروا إنه لسه الموضوع مش واضح كثير ولسه يعني هو مرحلة الستادي، بس ذكروا إنه هو مش ثابت يعني زي ما حكيت أنت، هيك بتذكر لما قرأتها من الكتاب. السايتولوجي حكوا انه موجود انفيترو بس مش انفيفو، بس اتوقع بعدين بين انه موجود. يعني عندي تعليق على الموضوع. كوهات يلا انه نقدر نعتبرهم زي الكوانتم سيستم، انه الاشي انسيرتن موجود ومش موجود بنفس الوقت،
بس إنه في الأخير في حالة زي average نقدر نعتبرها وإشي معروف، فإنه هي موجود اللي بدرافت بس إنها بتفكر تركب في وقت معين، بس dispersion تبعها هو اللي مختلف عليه وهذا البحث أثر عليه. وبرضه سؤال تعقيبا منتصر. Can I say something? هلا سؤال، لو هي الليبيد رافت ما يعني ما بتتفرق، الفيرست كولم هون بهذا السلايد كيف عم بتغير؟ كيف الكولر عم في عم بصير عندنا مور دوتس واشياء عم تتغير؟ يعني المفروض انهم هم بتقسموا صح؟ Is my question clear؟ قصدك لما حطينا لما استخدمنا كلوروفورم الايزوفلورين؟ exactly. بس برضو مش معروف الميكانيزم انه كيف زال عدد هو بس انه ملاحظوا انه بيزيد العدد وبيصير له تفرع، بس ايش الميكانيزم تحديدا ما حداش بيعرف. يعني معقول انهم بتكونوا من جديد من الاساس؟ بجوز ممكن، لانه بس ما اتوقع بالرسمة هون الباحثين نفسهم حط اذا ما عرفش اذا مين عندكم هسه بالفيرست اكسبيرمنت بالصوره هاي اي اللي بدرافه طبيعيه وهاي بعد ما دخل الانستاتيك كلها هاي تفسيرهم يعني اي جس، بس ما دخلوش الموضوع كثير زي ما جواد عم بيقطع عندك. جواد عم بيقطع. عيد سوري خلنا ارجع عيد. البحث ما تطرق له كثير يعني ما لا اذكر البحث كله انه فسروا كيف اللي بدرافه بيتفرع وبيزيد عدده. الإشي الوحيد اللي كان ممكن نعتبره تفسير اللي هو هاي الصورة هون بالفيرست اكسبيرمنت انه هاي الليبيد رافت وانه الانهيد انستاتيك دخل بيناته وزاد من حجمه، بس برضو ما اتوقع انه يفسر كيف زاد عدده. طيب اوكي يعني. وبرضو تعقيبا بس على حكي محمد كنعان حتى لو بتكون او بتفكك انا حكيت انه البي ال دي 2 له رافت معين اللي هو الجي ام 1، البي اي بي 2 برضه له رافت معين وبرتبط مع البي سي، يعني تقدر تعتبرهم انه هذول بتجمعوا لحال وهذول بتجمعوا لحال ما لهمش ببعض يعني. دكتوره هلا حكيتي انت انه في تقام مؤتمرات بشكل دوري لانه لا يتناقشوا أكثر يعني أحدث الأشياء اللي صارت يعني بموضوع معين، هلأ في هيك بالأردن؟ يعني قليل ما بحس قليل ما بسمع عن مؤتمرات معينة. إنك لساتك صغيرة. يعني في كثير ولا؟ في كثير، كل جمعية بيكون في لها مؤتمراتها، يعني جمعيات الاختصاص طبعاً بيعملوا مؤتمرات، في مؤتمرات دولية، في مؤتمرات بحث علمي. في مؤتمرات دولية، في هلأ أونلاين عم بيكون كثير، والفكرة الحلوة إنه للستودنتس بيعطوا a very discounted rate، يعني بدل ما تدفع كتير ناس بدخلوا الطلاب ببلاش أصلاً، يعني ما بتضطروا إنكم تدفعوا بس على هوية الجامعة، حتى الانترناشنال كونفرنسز، وهلأ يعني فرصة بالكورونا كل الانترناشنال كونفرنسز عم تتحول للأونلاين، فأنت بتقدري تحضري كل شيء تقريباً بس على هويتك الطالب، تبعتي لهم إيميل من إيميل الجامعة وإنه أنا طالب وبدي وانترستد ومش عارف إيش. يعني لوك دوروا هلا الامور كلها سهله، جوجل ما خلى حدا من شره. نبعت ايميل للكونفرنسز هذول يعني احنا مطمئنين يس، بيكونوا هن حاطين اوبشن بالريجستريشن اوبشن اف يور ستودنت، بيكونوا حاطين ستودنت فير، يعني مثلا احنا لما نروح ندفع على مؤتمرات بيكون في عشان ادخل المؤتمر لازم ادفع مبلغ مثلا نفترض 1000 او 1500. كثير مرات الواحد إما بيدفعهم على حسابه أو مثلاً المؤسسة تبعته بتغطيهم حسب نوعين هو هلأ بس يعني it's money well spent، يعني حتى لما نحن ندفع على حسابنا بيكون إشي عم تتعلمي جديد، لكن بالنسبة للطلاب بالريجستريشن بيكون مثلاً أبو الألف أو 1500 مثلاً $50 أو ببلاش مثلاً، فlook for them you can find them. okay. Any other question? Any other comment? ليان. ليان عجلوني. Yes. عمرة.
بالنسبة بدي أحكي البنت اللي سألت عن المؤتمرات، كتير في مؤتمرات بينعملوا للطلاب وبيكون هو بس إشي للطلاب يعني. شاركت مش عارفة مرتين ثلاث بتبعون تبعون مؤسسة فايل البحث العلمي والعلوم، ما بعرف إذا سمعتوا عنهم. كتير مناح وأفوردبل، مش كتير غاليين، كأنه كان 35 أو 40 دولار المؤتمر، وكان يكون يومين بس عشان كورونا عملوه أونلاين. فكتير في ووركشوبس بيكونوا للطلاب ويكونوا من دكاترة جامعيين يعني، وبيحكوا بلغة بنفهمها، مش إشي كتير معقد إنه ما نفهمه. وكتير في بيعملوا مرات بيزنك أو بالبزنس بارك ووركشوبس عن الريسيرش، يا بيكونوا أفوردبل أو بيكونوا فري، فتابعوا ودوروا وتلاقوا يعني. فبس صح. Thank you ليان. طيب أنا برضو على حكته. تفضلي دكتورة. لا بس I'm saying she's right. Go ahead. تقريبا على حكة الأيام، في كثير ناس عن جد بمر عليه كثير إيفنتات وهو ما في ما بيروح عليها بحجة الكسل أو بحجة إنه أنا دراستي دائما ملحوق. طبعا قصة كلمة أنا ملحوق بالعادة تدل إنك أنت قصرت كثير قبل هيك. أبرزها مثلا كان في ورشة بحث علمي يعني بالفصل الأول، ورشة بحث علمي عندنا بالكلية، وحتى بقدر الدكتورة وقتها إجت الدكتورة هيام ودكتورة هيبة ودكتور أنس، وكثير دكاترة صاروا يشرحوا وحتى طلبوا منا نقرأ بحثه ونعمل له نعطي رأينا فيه للدكتور، بالأخير طلع بحث الدكتور أصلاً. بس يعني في كافي كثير شغلات تروح على الشخص. برضو مؤتمرات فاي زي ما حكت ليان، كأنه كان في مؤتمر فاي أصلاً قبل يومين ثلاث أو بالفترة هاي فيه، إنه لو تدور بتلاقي إن شاء الله يعني. كان في مؤتمر مبارح أول مبارح وكان فري للطلاب. طيب خليك أنتوا كيف تلاقوها؟ منه إحنا we're starting كان فري للكل. مش عارف بعض يا شباب، شباب وصبايا، خلينا نساعد بعض، واللي بيلاقي هيك عن opportunity ممكن they can post it على التيم نفسه مثلا او على الجروب تبعتكم على الفيسبوك انه الناس تستفيد. يا خلاص ان شاء الله. ان شاء الله دينا جميلة، وان شاء الله اي شيء بلاقيه راح انزله ان شاء الله. دينا الله يعطيك العافيه دكتوره. دكتور أنا بدي أسألك حكم خبرتك في الريسيرش، يعني لو أنا صار بدي أعمل بحث بقدر يعني بعد ما أبحث وأجيب معلومات وأصيغه بقدر أضيف على بحثي مع إنه علمي نكهة أدبية، يعني هل هذا الإشي مسموح؟ وإذا مسموح هل أنت يعني هل هو مرغوب؟ يعني أنت مثلا إذا قرأتي بحث وفيه شوي يعني إضافات أدبية زي صور فنية أو إشي، هل بتحبي البحث أكثر؟ ولا بتحسي يعني مش جميل ومش مش مرتبط بالعلم؟ طيب انا ما رح اجاوبك، رح ابعث لكم ارتكل تقراوه، انا حبيته جدا و اي هوب يو لايك ات. طبعا هذا الحكي مش مقبول في دائما، يعني خلينا نحكي دائما في لغه علميه، في طريقه للكتابه العلميه، ولكن سم تايمز في اذر تايبس اوف بابليكيشن زي مثلا الايديتوريال، زي راي الباحث، زي تعليق على بحث، ممكن يكون فيه جزء أدبي. لكن في الكتاب العلمي يعني زي بحث اللي قرأناه اليوم، اللي أنت عم بتقدمي معلومة أو عم تشرحي عن your own research، على الأغلب إنه هذا غير مقبول. لكن رح أبعث لكم آرتيكل تقرأوه و I think you will like it. أوكي دينا؟ شكرا. تمام بشرة تفضلي. دكتورة هلا المؤتمرات اللي بتحضريها مو إشي بينضاف على السي في تبعتك مثلا؟ بلا يمكن، why not. طبعا اي إشي بتحضري، اي ورشوب بتشاركي فيها حطيها على السي في، مش حدا بيمنع. اوكي ثانك يو. اهلا. any other question any other comment؟ السلام عليكم. اهلا يا احمد. دكتورة بدي أسألك سؤال، يعني أنت قبل شوي حكيتين لأنه دور على إيش بتحب أنت، شو الانترست تبعك. طب أنا لو الانترست تبعي يعني كلينيكال بحث وأنا لساتني بالسنوات الأساسية، هسا كيف ممكن أنا أربط بين وبين، يعني كيف ممكن أنا أستفيد من وقتي في السنوات الأساسية زي الكارديولوجي مثلا، كيف ممكن أنه أنا يعني أرسخ دراستي الحالية إنه تفيدني في الكلينيكال، فشو الرابط، كيف ممكن أربط؟ أحكي لك شو ممكن يربط. في مين شاب عمري، يمكن في معاكم حدا أظن عمري،
في workshops بتصير أونلاين برضو برجع بحكي لك للworkshops. في workshops من جامعات كبيرة من برا، في حتى يوتيوب، حتى يعني أي resource أنت بتقدر تطلع عليها عشان تتعلم شو يعني research، هاي رح تكون تفيدة. مثلاً في بالكلينيكال ريسيرش في تايبس اوف ريسيرش، في اللي بنبدا فيه قبل مثلا وي ريكروت البيشنتس، هاو دو وي ريكروت البيشنتس، شو يعني فيز 1، شو يعني فيز 2، شو يعني لما اعمل كروس سكشنال ستدي، شو يعني ريتروسبكتيف. هاي المصطلحات وطريقه الديزاين للارتيكل للريسيرش والبلايندنج مثلا الراندمايزيشن، هذا كله تقدر تتعلمه قبل ما انت توصل لمرحله الكلينيكال. توصل لمرحله بعدين تبلش تقرا، توصل لمرحلة الكلينيكال بيكون في عندك فكرة راسخة شو اللي بدك تسوي. فهذا اللي بقدر أنصحك فيه من ناحية الكلينيكال، إنه you can start، طبعاً you can start anytime، لكن مش رح تقدر تدخل على الأغلب بريسيرش إلا إذا كان combined ما بين basic research، لأنه على الأغلب دكاترتك ما يعني لسه ما رح يكونوا بيعرفوه، تمام؟ فأو تستنى لما توصل لمرحلة الكلينيكال وبيكون عندك هاي المعلومات الراسخة وبتروح بريسيرش ايديا لدكتورك. دكتورة برضو تعقيبا على اللي حكيتي انت، برضو حاب اكمل. الجامعة معطيتنا حسابات كورسيرا فري للشهر هذا، يعني وبنتهي جولاي 31. في كثير كورسات على كورسيرا، كورسز ريسيرش، يعني انا هسه مبلش بواحد والحمد لله قربت اخلصه، بيشرح اللي شرحه دكتور سليف اول شيء، الكوهورت، الريتروسبكتيف، الكيس كنترول، الاكسبيرمنتال، الاوبزرفيشنال، وبيدخل حتى بالشيء بالستاتستكس انه كيف تقيم ان هذا البحث منيح. في كثير مش بس هيك، في كثير الكورسز غير عن هاي فكره برضه تتبع فكره الريسيرش، وصراحه جدا شيء ممتع، بس بدك تنظم وقتك عاد انه مش شيء هين يعني. تمام، بس الفكره دكتوره انه يعني مش متاخر شوي اني ابلش بالكلينيكال، يعني عرفت كيف؟ هاي الفكره دكتور، يعني انا بدي ابلش من بكير افيد حالي، لكن برضو ما بدي يعني هيك وجهة نظر انه يعني بدي ابلش بكير ما اخر حالي، لكن بنفس الوقت انا اهتماماتي كلينيكال، يعني بديش برضو اخر حالي واكون متاخر. فهي هي الفكره كانت الدكتوره يعني. والله يعني if you're lucky you can find someone، يعني اذا لقيت الريسيرش انترست تبعك وجيت الفكرة ورحت على دكتور حتى بالكلينيكال ييرز، في يعني ممكن انت يو ابروتش ذم وانت بيسك اي ثينك، وممكن تستعينوا بمكتب البحث العلمي دكتورة ليلى والدكتور سيف، يعني اكيد رح يساعدوكم فيها، لانه يعني هن بيعملوا زي ماتش ميكينج بين الطلاب والدكاتره، ف يعني كله دوبل ويو كان ستارت هلا، يو كان ستارت بكره، ما تاخر حالك. انا مع ان ما تاخر حالك ابدا. تمام، شكرا يا دكتورة. أهلا. دكتورة إيش قصدك you can start إيش بالضبط؟ يعني إيش start reading، start هيك حددي شو الفوكس تبعك، حددي على إيش بدك تعملي، فكري طلعي فكرة بحثية بدي أشتغل عليها، هيك معناته you can start. okay، وهذا ما بيجي إلا إذا أنت عن جد قرأت كثير. دكتورة شو برأيك أحسن موقع نقرأ معه ريسيرشز من كل المواقع اللي ذكرتيها من المرات اللي قبل؟ It doesn't go this way. مين عم بسأل؟ رشا مش هيك الموضوع معه، لأنه كل جهة، يعني مثلاً إذا بتقرأ في الكارديولوجي بدك تروح على مجلات كارديولوجي، مثلاً أنا بحب أروح على سكوبس وأحط شو العنوان، شو التوبيك اللي أنا بدي إياه، بس هيك الجنرال أشوف شو هن الجورنالز، قلت لكم وبشترك فيهم على الأغلب، ولما أشترك فيهم بصير أشوف الأبديتس. بعد هيك قرري شو المكان أو شو السبيسيفيك أريا أوف إنترست اللي أنت بدك إياه وصيري تابعيها. PubMed طبعاً يعني مرجعنا الأول والأخير يمكن PubMed، لكن PubMed عام يعني فيه كل شيء، فأنت you need to choose a discipline. عرفتي؟ هذا لا يعني إنه ما تقرأ في الأشياء الثانية، لكن في أريا بدك تضلك هيك فوكس فيها. الانترست تبعي بيكون على الأغلب. بالضبط. أوكي ديما. يعطيك العافية دكتورة. أهلاً.
دكتورة أنت قبل شوي خلال الميتنج حكيتي إنه أنت كنت تدوري على ريسيرشر أو ناس إنه موثوقين as a researcher، فبتتذكري أسماء يعني هدول researchers يعني تنصحينا نقرأ لهم؟ لا أنت فهمتيني غلط، أنا كنت interested في مجال معين، يعني مثلا كنت وقتها عم بقرأ بال regeneration of the skin epithelium تحديدا، فلقيت مين الكي بيبول مثلا فلان وفلان وفلان وفلان، هدول اللي لهم اكثر ارتكلز وصرت اتابعهم. عرفتي؟ لنفترض انت هلا انترستد في البرين كانسر البرين تيومرز، بتروحي بتشوفي مين الكي بيبول اللي بينشروا في البرين تيومرز وبتضلك تتابعي شو عم بيطلعوا. فهمتي شو الفكره؟ مش انه اعطيكي اسماء ناس بتصير تتابعيهم. يا فهمت عليك. اوكي ديما. يزيد ممكن بس بدي أسأل جواد عن الأكسس تبع موقع كورسيرا، إذا ممكن يعني كيف يعطينا الأكاونت أو الإشي اللي لازم ندخله مشان نفوت عن طريقه. الجامعة بعتت إيميلات لجميع الطلاب إذا حابين يفوتوا كورسيرا ولا لا، شيك إيميلك. مش بشيكه دائما ما وصلني إشي. أنا سجلت الإيميل. في فورم يزيد راح ابعثه كمان شوي ان شاء الله، وبرضه بعد الفورم راح ابعث ان شاء الله، هسه بدور عليه وبلاقيه. تمام خلاص وبرضه راح اضيف الاير كورسز هي موجود في الشات. ايش هو؟ ايه بعت الرابط هي موجود في الشات. يعطيك الف شكرا. تمام سجا خلص، سجا راح تكون اخر تعليق معنا، تفضلي سجا. يعطيكم العافية جواد دكتور حنان. Can you hear me? Yes. Go ahead. I remember you mentioning in the last journal club about a mentor and how that's important to you know guide your way through research. But can you just explain a bit more about what you mean? A mentor is a person who is your basically your role model in the area that you choose. He's or she is your teacher, and so they guide you, you know, they guide you through the kind of research, the kind of experience that you get. They're the person you go to when you need something. So this is a mentor. And the idea of mentorship is not very common in our countries. A mentor is different from a teacher or a supervisor or, you know, a lecturer. A mentor is someone who you go to ask for advice, for example. And so sometimes we have peer mentors. For example, I have a friend who's also a mentor for me. So I go to her when I need something related to a specific area in business, for example. She's my business mentor. I have another mentor in the academia. So finding a mentor, and you can be a mentor for someone else. You can mentor each other, actually. I think it's a new concept in our areas, but it's a very important concept, you know? So I do hope everyone finds a mentor. Okay, thank you, doctor. دينا قلنا خلصنا مع سجا، بس يلا, go ahead. دكتورة هلا سؤالي، احنا بهمنا ان نحط بالسي في اذا شاركنا بريسيرش معين انه هاد بيقوينا صح؟ هلا لو في دكاترة ما بيكتبوا اسم اصلا، يعني خلاص بيحطوا اسمهم خلاص هم، فكيف انه احنا كيف شو الدليل احنا اشتغلنا بهذا الريسيرش مثلا؟ لانك عملتي a contribution للريسيرش your name will be an author. اذا عملتي contribution يعني شو contribution؟ هدول كمان you can read about them في guidelines للأوثرشيب. مش أي حدا بيلم معلومات مثلاً هذا أوثر، في أشياء محددة مين هن اللي مسموح لهم يكونوا أوثرز بالمجلات بشكل عام، في متفق عليهم. فالأوثر is someone who can عنده conceptualization للأيدي، يعني هو جاب الفكرة مثلاً، هو كتب في كتابة صارت، حلل المعلومات مش بس جمع المعلومات، okay؟ ولا بس did the experiments. يعني we have technologists or technicians sometimes that do the experiment itself. بيكون في technician في اللاب عم بيساويها. إذا ما كان في عنده تداخل فكري، ما كان في تحليل للمعلومة اللي عم بقدمها، أو ما كان في contribution من هذا technician مثلا،
ما بيدخل، أو مثلا إذا معي طالب بس بيجمع المعلومات هذا مش أوثر، هذا هو جمع المعلومات. أوكي هلا هدول وين بيروحوا إذا هم مش بالأوثرز؟ بيكونوا في سكشن اسمه الأكنولجمنت. أكنولجمنت إنه ثانك يو أنت عملت كذا كذا، لكن أنت you did not classify لأنك تصير كاتب أو أوثر على هذا الريسيرش. تمام؟ تمام. أوكي نقدر نحطها بالسي في ولا بتكون إشي ضعيف يعني إنه عنكون من الأوثر؟ يعني بتكتبي أنت إنه يعني إنك ساعدتي في هذا البحث، وبينج أونست هي الصح، يعني أنت ساعدتي في هذا البحث بإنك جمعتي عينات مثلا، عادي ما فيها مشكلة. عرفتي؟ تمام. دكتورة بعرف حتى لو ما طرحها دكتور، دكتورك بيكتب لك زي recommendation letter إنه أنت what you did حتى لو ما طلع منها article. Alright, who was asking? دكتورة هلا في نوعين من research حسب رأيي، إنه في research مثلا بيكون مثلا بياخذ مثلا انه statistics مع حالات معينه مثلا زي اللي بتكون انه تاثير العمر على heart diseases، وفي انه مثلا researches ثانيه بتكون مثلا العلاقه باكسبيرمنتس. برايك في موقعنا الحالي كطلاب سنه اولى شو الاحسن لنا؟ انت رايك عشان تقرا ولا عشان ايش بتفكر؟ نشارك نشارك قراءة، لا قراءة for our own knowledge يعني. اسمعيني هلأ this kind of research انت ما بتقدري تقرري فيه لسه، عرفتي ليه؟ لأنه بده حدا عنده exposure to patients، فحتى لو بدك تشاركي فيه بده يكون في PI. I'm sorry guys I have to go. Okay. فيعطيكم العافية وهلأ أسمعتكم recording.